حياكم الله. حياكم الله يا مرحبا الساعة. إلنا الشرف. بداية حابب نتعرف بشخصك الكريم أكثر، من هو السيد أحمد سليمان؟ كيف كانوا بداياتك؟ أنا اسمي أحمد سليمان علي، إماراتي الجنسية، أبلغ من العمر 42 سنة، متزوج لدي وعندي 3 أطفال، بنت وولدين، أعمل بالحكومة، خريج حاصل على دبلوم في الموارد البشرية، أشغل وظيفة مدير أول في إدارة الموارد البشرية بمؤسسة حكومية، تدرجت من السلك العسكري، وبعد ما انتهيت من السلك العسكري اشتغلت بالمؤسسات الخاصة الموجودة بالدولة، منها هناك شوي شوي لما وصلت للحكومة واشتغلت مرة ثانية بالحكومة، وحاليا ما زلت على رأس عملي. من وين اجت فكرة رئيس كافي؟ أعتقد الكل عارف، أو بمنطقة الخليج وأخص بمنطقة الإمارات بدولة الإمارات، في شغف في حب من فئة الشباب لسباق السيارات، فإحنا فكرنا في موضوع أن نوجد مكان لهؤلاء الشباب يفرغون طاقاتهم بالضبط بالضبط، يخلق جو من جو سباق، خلنا نقول، أو جو في معدات تخص السباق. فجت الفكرة من ريس كافي أو ريسرز كافي سون إن شاء الله، ويكون مكان خلنا نقول شبه تجمع للفئة هذه من الشباب. وشو الخدمات اللي تقدموها بريس كافي؟ إحنا يعني خلنا نقول نقدم وجبات شوية بطريقة خاصة فينا. عندنا الباستا، عندنا البرجرز، عندنا في شغلة نسميها تشيبس، هاي سبيشال، هذه تيجي ميكس مع عدة مواد تكون سبايسي شوية، طلب عليها كثير. عندنا البرجرز بألوانها المختلفة، صارت يعني هذه صارت مثل ما تقول طلب صارت الحين عليها. عندنا أشخاص يسوون كوفي بنكهتنا الخاصة. ونحاول شوي شوي بما أن بدينا جديد أن نضيف أشياء جديدة حسب أذواق الناس، حسب الطلب. إيه نعم، هو حسب الطلب، الطلب ممكن يكون بالسوق كثير موجود، لكن حسب أذواق الناس. احنا ما يميزنا ديكورنا او طريقتنا في استقطاب الفئه اللي هي فئه الشباب بالاخص، طبعا هي الكافيه او المقهى هذه لكل الفئات، لكن بالاخص لفئه الشباب، ان مثل ما قلت لك نعطيهم ايحاء انه في مكان هم يرتاحون فيه، فالديكور عكس الفكره نفسها. شو خططكم مستقبلا ان شاء الله؟ ان شاء الله احنا مستقبلا ناويين ندخل في تجارات مختلفه غير تجاره المقاهي. سون ان شاء الله في عندنا بلان، شغالين انا والمدام والزوجه بدراسه جدوى لنفتح محل ان شاء الله خاصه بالالكترونيات، راح نختص في بعض الاجهزه اللي تخص او تستقطب فئه او جزء من الناس وهي مش متوفره عندنا بالدوله. ان شاء الله اكيد اذا عملت شيء خالف تعرف، اذا عملت شيء مختلف اكيد راح نعم صحيح. نعم صحيح.
كان لدولة الإمارات دور بنجاحكم أستاذ أحمد سليمان؟ حابين تخبرنا شوي عن دولة الإمارات وقديش كان لها دور؟ أعتقد ما يخفى على أي حد أن اليوم القيادة في دولة الإمارات دائما تركز نعم. غير أن القيادة الحكيمة ربانا والدنا طيب الله ثرى الشيخ زايد أن دائما يعني نروح للنجاح ما ننتظر النجاح يجينا. فقد يكون واحد يقعد مكانه وينتظر أن يبني آمال وأحلام يعني بيبني أحلام بالضبط. واليوم يعني أنا أقطن في إمارة دبي وفاتح تجارة في إمارة الشارقة. هي بلدي أفتح في أي مكان. أي مكان أكيد. اليوم رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الدولة حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد دائما يقول إحنا ما نقبل غير بالرقم واحد. أكيد. فبما إذا كانت القيادة تفكر دائما بالرقم واحد فمن الطبيعي اليوم الشعب يفكر بالرقم واحد. هم ما قصروا ووفروا لنا كل سبل النجاح. وغضا عن سبل الراحة موجودة لكل المواطنين ووفروا لنا كل سبل النجاح. نعم سبل النجاح فالفرص موجودة ليش لا؟ فحبينا نتميز. نستغل هالفرص. بالضبط. أكيد من خلال حكينا عن دولة الإمارات وشيوخ الإمارات الله يطول بعمرهم. آمين. حب رسالة شكر حضرتك لهم. طبعا وجه شكري وامتناني إلى قيادتي بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الله يحفظه. وسيدي الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة الله يحفظه ويرعاه. وإلى سيدي ولي العهد الأمين الشيخ محمد بن زايد وما يقدمه للشعب. الكل يشوف اليوم الشيخ محمد قد يكون من الأشخاص اللي يعني الصغير يعرفه قبل الكبير. أكيد. وهذا دليل قربه من الشعب. طبعا هذا ما يخلى أصحاب السمو المعالي وأولياء العهود بالدولة الشيخ سلطان الشيخ حميد الشيخ صقر الشيخ راشد بدون استثناء الكل له دور. نعم الكل له دور وإحنا خلف القيادة إن شاء الله وما نقبل غير بالرقم واحد. أكيد إن شاء الله. ما راح تضلكم رقم واحد إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. طبعا خلال مسيرتك العملية أو الشخصية أيضا كان فينا شخص أو مجموعة أشخاص حابب تحكي لهم شكرا من برنامجنا؟ والله هم مجموعة أشخاص على رأسهم قيادتي الله يحفظهم. حلو. والدي الله يحفظه ويطول بعمره. زوجتي الله يخليك دائما بجنبي تشجعني وعندي بعض الأصدقاء سبورت للعائله واكبر بالضبط وعندي بعض الاصدقاء اللي هم مثل ما يقول المثل رب اخ لم تلده امك. ففي بعض الاصدقاء اشكرهم جزيل الشكر لتشجيعهم ووقوفهم معايا وتشجيعهم اني استمر. واحنا كمان استاذ احمد سليمان بنتشكرك كثير على وجودك معنا اليوم. الله يحفظك. اهلا وسهلا فيك. حياك الله مرة. وحياك الله وإلنا الشرف. شكرا لكم. اعزائي المشاهدين نراكم في حلقه جديده ومميزه من برنامجكم الوطني منذ الاتحاد وأصل الله.